للشباب الكويتي طاقات، وفي كل مجال لهم إنجازات للأمانة نفتخر فيها اليوم، نشوف سواء بالرياضة أو بالاختراعات أو حتى في المشاريع الصغيرة نلقى شباب كويتي مميز. اليوم راح يكون ضيفنا مخترع ويملك براءة اختراع في الأفكار اللي قدمها. خلونا نتعرف معاكم مع الأستاذ عبد الله ميرزا. حياك الله أستاذ. الله يحييك ويبجيك. حياك الله ومنورنا. في البداية ودنا نوضح لكل من يتابعنا عبر شاشة التلفزيون رأي شلون وصلت وقدرت تكون فعلا مخترع، يعني عندك مثل هذه الابتكارات اللي راح نتكلم عنها اليوم. طبعا ماكو شيء ما البداية. بدايتي كانت أيام المتوسطة، كانوا يجيبوا لنا ناس ما يحضرني الاسم حاليا، كان جاي المدرسة يعطي محاضرة. فبعدها تقربت زيادة من الشخص هذا اللي هو المخترع، صار عندي فضول اني ابي اعرف شلون، شنو الخطوات، شنو سوى. فصرت احضر عنده دورات، كذا دورة حضرت عنده، وراحت الايام ويت الايام ولين وصلت ان اقدر اسجل اي فكرة جديدة عندي اسجلها باسمي وزارة التجارة والصناعة. فهذه بدايتها. فب 2013 كانت حضرتني الفكرتين، طبعا فيها افكار وايد بس هذول الفكرتين اللي انا حسيت نفسي ان اقدر اسويهم بتخصصي بمجالي. صحيح. بلشتها ان اول خطوه سويت رسوماتي وسويت الشرح ورحت وسجلتهم. بعدين قلت انا الحين سجلتهم زين، ما انا ما استفدت منهم زين، سجلت ولا خليت براءه ولا خليت شيء، وراجعتهم كذا مره زين اوكي انا عندي افكار ولها حقوق فكريه بس زين شنو الخطوه الثانيه؟ بعدها بعدها بسنه ب 2014 كان التوجه حق مركز صباح الاحمد للموهبه والابداع. طبعا ما قصروا، هم اللي ساعدوني اني ابلش احط ريلي على الخطوه الصح. حلو. ان ابلش اخذ براءات اختراع. حلو. مو بس انت تسجل وتمشي، لا، في شيء اسمه براءات وفي شيء اسمه لازم تقارن اللي انت سويته. اول شيء راح يصير مقارنه داخل الكويت ان هذا الشيء موجود ولا لا. صحيح. بعدها راح يصير مقارنه بالولايات المتحده على مستوى العالم، طبعا راح نشوف ان الجهاز هذا موجود منه متوفر او لا. صح. فعقب ما دشت نفس التصفيات زين، ف بعد الحمد لله سهلت الامور بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني ما انكر مجهودهم اكيد اللي ساعدوني مركز صباح الاحمد وخلوني اوصل حق اني يكون عندي براءتين اختراع. ويعطيهم الف عافيه، ومركز ووزاره الشباب بعد ما قصروا هم دعمونا، دعمونا ماديا ومعنويا ومكافآت وبفضل من الله. واتمنى يعني انا لما شفت الشباب بوزاره الشباب يوم يو شافوا انه في شاب كويتي مسوي فكره وبرياضه، تدري انت مجال الحديد الحين يعني اغلب الشعب او 90% من الشباب صح يروح بالمجال هذا. صحيح. او اهتماماته بالمجال. فلما شفت انه شلون الشباب يبي يستخدم يبي 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 يجرب الاختراع، فكان ردي انه لا، هذا لحد الحين على ورق، لا لا احد مول المشروع ولا صار بالواقع. وهم فضل من الله يعني بعدها عقب ما شفت انه في اقبال من الشباب انه بيشوف شيء جديد بالرياضه، بيشوف شيء يعني متحمس انه يشوف شيء انه يستخدمه، انه في شاب كويتي قاعد يتحرك قاعد يسوي. فمن المنطلق هذا حاولت اني اشد على نفسي بشغل زياده شوي اني اسوي نموذج زين حق الاختراع هذا. ممتاز. حلو ممتاز. اذا بنتكلم عن هذا الاختراع، نتكلم عن فكره الاختراع الاول اللي هو البار هذا. تمام. عندك البار هو تقريبا نفس البار هذا. هذا تقدر ترفع اذا تبي اساسا من الكاميرا تشوف. هذا كل هذا البار الاسود. اوكي. تمام. وهذول الاستيكرات البيض، طبعا هذه كل واحده لها قضبه ايد. حلو. يعني مثلا هذا القضبه الاولى هني راح تصير هني، القضبه الثانيه تمام وعكس راح تصير قضبه. طبعا الشباب عارفين ان كل زاويه الفكره مالتها انها تغطي. حلو. كل زوايا حق العضله. يعني كم استخدام تقريبا اذا بناخذها؟ فيها تسع تمارين. يخص الباي والتراي؟ لا، راح يخص الباي والتراي والصدر والبيطان. طبعا راح تصير لها حديده هني. ممتاز. والتعلق. اوكي. يعني اذا عندك شخص مبتدئ بهاللعبه ما راح تعامل وياه تقول له تنقل من جهاز لجهاز. صحيح. وروح من جهاز بالضبط. جهاز واحد خلاص،
انت الجهاز ها البار هذا اوقف بهالزاويه هذه سوي كذي سوي كذي، طبعا كبت يعني عليه اداء الحركه بشكل سليم تكون، وهو راح يغطي له زياده عن احتياجه بتمرين العضله. عدل طبعا هذا نموذج مو الجهاز الحقيقي. لا طبعا راح ينقصه هني مالت الاوزان. حلو يعني راح يكون في اوزان ويقدر يحط الوزن اللي هو يحتاره ويتمرن فيه. اي والمسكات مالت هذول وهذه وتصير هني طبعا هم لو عارفين اسمائهم شباب هني اللي راح يكون المستوي وهذا المتعرج وهذا المتعرج الواسع. صح طبعا راح يكون بالعكس هذا المتعرج الواسع زين وهذا البار السيده الواسع هني طبعا قلنا ضيج. حلو طبعا كل قضبه لها من تحت ومن فوق وكل شيء استخداماته يعني عكس من تحت ومن فوق. حلو فاسهل على اللاعب سواء كان مرحله متقدمه انه يوفر الوقت عليه احسن ما ينتقل، او تدرون طبعا الحين صايره نفس الزحمه بالنوادي خصوصا انتم برمضان طبعا نادي ما يندخل صح. فانا اوفر عليه من تنقله من جهاز لجهاز والزحمه الموجوده انه يتوفر هذا البار بالنوادي عشان يستفيد منه الشاب. صح تمينة. يعني انت توفرها باي طريقه؟ هل فعلا بس توفرها انت شخصيا لا في النوادي اللي عندنا بالكويت، ولا تقدر توفرها بعد في البيت اللي ما يبي يروح نادي؟ اكيد طبعا يعني انا عندي بالبيت يعني شلت تقريبا 80 من الاجهزه من 80 من الاجهزه اللي تحتاجها. يعني انا قلت لك هو لا طبعا لا اضافات بسيطه راح يتحول من بار عادي لجهاز سحب حق البيطان. انا توني اسالك انه هل راح انت تحط له هذه الحلقه اللي تكون حق السحب للجهاز نفسه؟ بالضبط بالضبط يضاف له بس حلقه بس. فبهالحال انت غطيت تقريبا التمرين الشامل خلينا نقول اللي هو عدل من البيطان الاكتاف والباي والتراي يعني وحتى من السواعد تقدر تقابل الاكتاف. فانت غطيت تقريبا. يعني انا عندي تعليق يعني على الموضوع، ما تحس انه في ممكن شيء يكون يعني خلينا نقول ايجابياته وايد كابتكار بس البعض يقول لك حلو ان انا لما اتمرن ابي اتحرك، فيعني ما تحس انه ممكن يخلي الواحد يسير تمرين مكان واحد؟ مو هذا هذا مو هذا الاساس. انت لما دشت صاله الحديد جاي تبي تتمرن كشخص مبتدئ زين تبي شيء انت ما عندك شيء مبهم عندك طبعا، فتبي شيء يعني باقل وقت واسرع. صح اسرع اي شيء اقل وتخفف الزحمه اللي موجوده. عدل اقل وقت والتمرين موجود وحتى الكابتن ما يضيع وياك واحد اثنين ثلاثه اربعه خلاص تخلص تمام كمل تمرينك. صح ما يخص من الجزء العلوي من الجسم طبعا، الجزء السفلي لا تمارين خاصه للجزء الخاص. صح عبد الله اذا بنتكلم اكثر عن يعني هذا المشروع بالنهايه انت خذيت براءه اختراع وهذا دليل بان هذا المشروع مميز وفريد من نوعه وفعلا ممكن يكون مفيد جدا سواء بالنوادي او في البيت، فكلمنا عن هذا الخبر اول ما انت عرفت بان هذا المشروع رسمي على انه في شهاده موجوده، يعني كلمنا عن هذا الشعور. طبعا واحد لما يكون تعب سنتين انت قاعد تخطط وقبل انت قاعد تخطط بس قاعد تجهز انه طبعا في تعب يعني انا بالمقارنه بالتخطيط انك تشوف اني في اغلاط يعني النموذج النهائي اللي سويته التخطيط مو هذا النموذج، النموذج اللي كان على اوراق يمكن تعدل مو اقل من خمس ست مرات عشان يوصل لي لهذا عشان يوصل حق الجهاز هذا. حلو ممتاز. يعني هذا الجهاز اتوقع مثل ما قلت من شوي سولفت قلت لك سلبيه جاوبت عليها بايجابيات وايد راح تحل في النادي بشكل عام، يمكن وايد مدربين او لاعبين الرياضه راح يقولون نحب الحركه لكن راح تساعدكم ان تخفف الزحمه وتخلصون التمرين بشكل اسرع تستفيدون من هذا الاختراع. يمكن تكلمنا عن تفاصيله، خلينا ننتقل للاختراع الثاني انت مسويه، يا ريت لو تكلمنا عنه ونوريه مشاهدين. تمام. الاختراع الثاني اول شيء ما عندي نموذج له لانه قلت ان عندك صوره ياخذ مكان موجوده بالشهايد موجوده بالشهايد. الجهاز الثاني عباره عن لعبه الجوتسو. اوكي انا ما مارست للامانه بس كان عندي فكره عنها ومارست لعبه مقاربه لها، فمنها شفت انها فيها نكس او كسور طبعا هذا الشكل ماخذ قطع طولي شكل دمية اي شكل شكل شخص اللي انت راح تلعب معاه الفايت. عدل تمام ممتاز. طبعا هو ما راح يوقف بالطريقة هذه. اذا هذا الشخص عبارة عن شنو اللي مثلا مجسم نفسه حديد راح يكون من خشب؟ راح اقول لك بتفصيل كل مكان. طبعا هذه الوضعيات البدائية لعبة الجيتسو صح او لما ميهم يستخدمونها صح نفس الوضعيات اللي هي تعتبر قريبة بالعامية عندنا يقول المطارح بالضبط المطارح هذه الوضعية يعني تقريبا الوضعيات القتاليه في اللعبه وقت الأرضية. تدريب الارضيه عدل. صح جوجيتسو في الالعاب عدل. الارضيه فباقي الشرح فالدميه تقدر انها يعني او تقدر ان انت
تبدي الفايت مع الحركات الأرضية خلينا نقول بشكل تقريباً بسيط يعني. فكرة اللعبة جتني من صديق لي كان يمارس اللعبة هذه. فجيت لقيت له بياخذ فكرة عنها. لأن أنا يعني ما عندي فكرة فيها نهائية. لا مو لعب جيتسو. لعب شيء ثاني. فلما جيت أبي أعرف فكرة اللعبة شلون تطبق. فجيت عنده قام يعلمني حركات شلون تطبق وشلون أمارسها. قلت له زين في عندي سؤال. الحين تعلمتني اساسيات زين ابي اتمرن فيها بالبيت ابي اتعلم اللي انت علمتني اياه بالبيت. كان يقول لي عبد الله قلت له شلون امارس؟ كان يقول لي ما تقدر تمارس الا مع شخص ثاني. لازم تجيب شخص ثاني عشان تمارس معه عدل يا بالنادي مع الكابتن خلاص تقعد اخوك من النوم تقول له مو هذا الحكي. قلت له زين واحد ما عنده اخو شلون؟ شلون بيلعبها؟ او اخوه مو ميوله هالميول هذا بالضبط. بس اذا الجعده مجبور يقوم خصب. فمن هالمنطلق هذا قلت لا انا لازم اسوي شيء تخليني انا امارس اللعبه هذه او مو امارسها تقويني مثلا اي تقويني تقوي. لان اللعبه هذه في لها مشكله مو مشكله ما اقدر اقول مشكله يبي لها تكرار صحيح. هي كل لعبه يبي تكرار تتقن الحركه. فلعبه جيتسو سنينها طويله لل 12 سنه عشان تاخذ حزام اسود على كلام صاحبي. فيبي لها سنين طويله اساس انك انت تتقن الحركات توصل لمرحله الحزام الاسود عدل او توصل مرحله انت يعني تقدر تفايت بطريقه ادفانس او متقدمه شوي عدل. بس يعني السؤال يمكن دائما يسالوننا هذه الدميه شلون راح تستجيب لي؟ انا راح اقول لك مو هذا كان هو الخط الفاصل بيني وبين نماذج ثانيه كانت موجوده. فكره الدميه ان انا ابي اخلي الدميه كانها فرد او شخص قاعد يعطيني احساس انا قاعد العب معاه قاعد يبادلني المعافر قاعد يخلي في مقاومه يسمونها عندنا مقاومه في مقاومه حق حركتي. ما يكون شيء جامد محطوط على الارض او يكون مربط بخيوط هذا اغلب النماذج كانت كذي صحيح. فكانت في لها طريقه ان سبرنجات تعكس حركتك عليه حركه مضاده تكون عدل. ممتاز. فتخليني انا اخذ الفايت بشكل اعمق حلو ممتاز. فتخليني انا امارسها وانا في شخص امامي كانه شخص حي قاعد يدز يتصدى لي او يرد على كل حركه انت قاعد بالضبط يعني. فتنقلي فوق الدميه او تنقلي بالنسبه حق الدميه كحركات الكسر الايد وحركات كسر الريل في شخص كانه قاعد يسحب ريله او قاعد يدافع عن نفسه صحيح. الجمود باجي انا ما اقول لك الشيء اللي شفته المقارنات تفقد الاحساس بانك انت شلون قاعد تفقد الحركه نفسها وغير كذي كانت الفكره بس اساس انك انت تقدر تعطي تكنيك وبس توقف صح فاهم قصدي. فهذه لا هذه كانت اني انا قاعد امارس مثلا من فوق الحركه وانت مثلا على ركبك مثلا حلو. انت تكون تحت وفوق حلو. هو يكون فوق وانت تحت اساس انه تعرف شلون تقلب الخصم وتعطي اللعبه تصير ضده تقلب عليه الحركه عدل هذا في يمكن في تكنيك معين او في بقانون الجوجيتسو خلينا نقول التاب اللي هو الاستسلام ان انت خلاص تستسلم من الحركه اللي صارت. اليوم بوجود الدميه شلون ممكن نتاكد بان انت الحركه اللي قاعد تسويها صح؟ يعني اذا انا لاعب جوجيتسو وبرد البيت اتدرب، شلون اتاكد بان الحركات اللي قاعد اسويها صح؟ هل راح افقد احساسي بالتواصل مع هذه الدميه اثناء الفايت في البيت اذا انا قاعد اتدرب؟ لا اذا انت ولا هي تساهم باني اقلل الكلاسز للجوجيتسو بدل انا اروح سبع مرات بالاسبوع راح اروح ثلاثة لان انا عندي شيء اقدر اتدرب فيه في البيت. يعني انا مثلا هي الفكره ان انا شلون امارس الشغله هذه؟ يعني مثلا اذا عدت الحركه 15 مره او 10 مرات غير لما انا قاعد اسويها 100 مره. وبروحي وما عندي احد وقاعد اعيد الحركه 100 مره 200 مره 300 مره راح يجي كلاس الجاي الشباب اللي معاي خلينا نقول المدربين او الافراد اللي وياه راح يكونون في اتقان بسيط بس انا راح اكون متقدم عليهم لان انا قاعد اعيدها 200 مره يعني فراح يكون ادائي حق الحركه اسرع وادق وافضل من اللي يكون عايده 10 مرات او 15 مره. هذه إيه اساس الفكره ان انا ابي اكرر وقت مو وقت التمرين وقت برا
ممكن ما اكون فاضي انا اروح التمرين اليوم او ما اكون فاضي انا النادي اليوم مسكر بالضبط يا ساعات تصير النادي بسكر بالضبط اليوم. هم اساسا ياخذون 3 ايام بالاسبوع صحيح صح فاليوم اللي وراه انا امارس او اتذكر او اعيد على الحركات مالت امس زين وزن الدمية عبد الله راح يكون تقريبا الوزن شوف اللي اقدر انا اختار الوزن أنا ولا وزن ثابت انا اقول لك الدميه هم واحد شوي متين عشان يقدرون يعفرون معها فانا اقول لك الدميه طبعا التخطيط واحد حلو الشكل الاساسيات واحده طبعا الاوزان تختلف يعني انا ما اقدر اخلي دميه وزنها 100 اخلي مارس على شخص وزنه مثلا 60 راح يكون مختلف في اوزان أكيد. مختلفه لان حتى البطوله نفسها راح يكون فيها اوزان صحيح. وزن مفتوح وزن يسمونه وزن الريش او وزن ال 60 او تحت فوق ال 70 يعني السبعين. كل واحد راح يقدر يمارس يعني الدميه بالوزن اللي هو يناسبه ومقارب لوزنه الشخصي هذه تصير على مو على التسميه ماذا تصير على التصنيع بعدين تصير على التصنيع انا مثلا وزني مثلا خلينا نقول 90 انا اخذ لي الدميه مثلا نسوي ثلاث نماذج حق وزن بال 50 اخلي نفس وزنه وزن مثلا بال 80 مثلا بالضبط وزن بال 100 طبعا الوزن اللي فوق ال 100 راح يقدر يمارس على الوزن ال 100 وزن ال 80 اللي وزنه ياخذ اعلى شوي بوزنه يكون شيء من صالحه انه قاعد يخلي كنا قاعد يلعب ويا واحد اعلى منه بالوزن فهذا شيء يخليه اقوى بالتمرين صحيح عبد الله احنا جدا سعيدين في هذه الابتكارات والاختراعات اللي انت سويتها وحصلت على هذه الشهاده وفعلا قلناها من شوي هذا هو الكويتي اللي فعلا وايد يقولون يمكن الكويتي او شاب الكويتي متكل او غير منتج لا بالعكس احنا عندنا نماذج يعني كبيره في برنامج رايكم شباب وبالكويت بالاخص ويعني حتى لو بنقعد نقابل ما راح نوفي بحق كل شخص قاعد ينتج وقاعد يخدم الكويت بشكل عام كل الشكر لك على وجودك معنا عبد الله ميرزا والله يوفقك يا رب الله يسلمكم شكرا لحضورك عبد الله مشاهدينا نبي هذه النماذج اللي تتابعونها بالسوشيال ميديا وهذول فخركم وهذول الناس اللي فعلا دائما احنا نكون فخورين فيهم مستمرين معاكم لكن ناخذ هذا الفاصل ونرجع.